نظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فعالية تحت عنوان صحتك مسؤوليتك، وذلك للعاملين في الشركة. بحضور عدد كبير من القيادات والعاملين في مختلف القطاعات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلقت فاعلية الصحة الكاملة لمناقشة الصحة النفسية والذهنية والجسدية والروحية وأيضا المالية وكيفية تحقيق الأهداف في العام الجديد. إن ده في منتهى الأهمية، ده بيساعدك إن أنت تدي أقصى ما عندك، ده بيساعدك إن أنت تحارب الضغوط اللي عليك. الحقيقة أنا بشكر وايزلي ويلنس وشكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله نكرر ده على مدار السنة بشكل مستمر. الصحة النفسية أو الصحة الجسدية أو العادات الطيبة اللي المفروض الواحد يتخذها، زي ما كان في بانل من شوية بيتكلم على صحتنا، علاقتنا بربنا، علاقتنا بجسمنا، علاقتنا بالأكل اللي بناكله، علاقتنا بالراحة، بالنوم، بكل الكلام ده. أعتقد أن ده كان إيفنت مهم قوي أن احنا نسمع فيه ده. في متحدث جاي من بره بيتكلم عن العالم شايف الدنيا دي ازاي. المؤتمر الذي شهد العديد من الجلسات أكد على ضرورة الحد من تأثيرات الضغوطات الحياتية بأسبابها المتعددة، بما يحقق التكامل الصحي والإجادة في بيئة العمل. الإيفنت طبعاً أنا بشكر الشركة المتحدة وبشكر طبعاً وايزلي على الإيفنت الجميل ده ما شاء الله، والمشاركة الهائلة يعني. وايزلي معروفة أنها بتهتم بجميع جوانب الويلنس بشكل عام. وجدنا أنه من الأفضل والأصح والأدق والأسرع أن احنا نعمل المؤتمر بتاع النهاردة، نعرفهم بكل الزوايا والمناحي اللي تؤثر عليهم سلبا لكي يتفادوها، فيكونوا الصحاء بالتعريف الأشمل وليس البدني فقط. وبالنسبة للمؤتمر النهاردة، غرفة التجارة الكندية هي غرفة غير هادفة للربح، وأهمية اللقاء اليوم مع المتحدة وشركة ويزلي على أساس أن احنا بندي التدريب لكل أطياف الشركات والمؤسسات منهم المتحدة. وليه؟ عشان أن عايزين الموظفين يستفيدوا من عملية التدريب. مؤتمر الصحة الكاملة يأتي استكمالاً لعدة فعاليات تهتم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل الارتقاء بمستوى العاملين في مختلف القطاعات.